بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبتدي مع بعض دلوقتي شابتر جديد، وهو الماتريكس اوبريشنز، العمليات على ايه؟ المصفوفات. يعني ايه مصفوفة؟ مصفوفة دي بالبلدي يعني مجموعة من الارقام محطوطين بنظام معين، ماشي، بحيث انهم يتكونوا لي صفوف واعمدة ليهم دايمنشن او سايز معين، وهو عدد الصفوف في عدد الأعمدة. فأنا عندي مصفوفة هي كاتبها، بس بعد كده طبعا هنعرف ازاي نكتب مصفوفة، بس عشان بيقول لك حكاية ايه الأعمدة والصفوف كده. اهيت صف اتنين تلات صفوف في كم عمود؟ واحد اتنين تلاتة في تلات أعمدة. المصفوفة دي تلاتة في تلاتة، يبقى نقدر نقول هنا ان الدايمنشن هنا كام؟ تلاتة في تلاتة. الصف الأول في ايه؟ واحد واثنين وصفر. طب العمود الثالث صفر وسالب واحد وسالب واحد، خلاص. طيب نشوف مصفوفة تانية نسميها مثلا بي، هنكتبها بردك بس هنعرف بعد كده ازاي بتتكتب. غيت دي نقدر نقول عليها ايه؟ الدايمنشن بتاعها كام؟ قلنا صف في عمود، كم صف؟ واحد اتنين صفين، كم عمود؟ واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة. يبقى نقدر نقول ان هي ايه؟ مصفوفة الدايمنشن بتاعها اتنين في تلاتة. اتنين في كام؟ في تلاتة. هنشوف بقى مع بعض بعد كده ازاي نقدر احنا نعمل بعض العمليات على المصفوفة ديت. تعالى بقى نكتب ايه مصفوفة ونسميها ايه؟ بتساوي، هنفتح بالك القوس المربع. مصفوفة ديت بندخلها صف صف ازاي؟ فانا عندي مثلا مصفوفة ديت اول صف فيها كام؟ 16 3 2 13. نكتبه 16 مسافة 3 2 13. بعد كده بفصل بين كل صف وصف بسيمي كولون، لازم نخلي بالي ان هي سيمي كولون مش كومة عادية، سيمي كولون. ها بعدين الصف الثاني 5 10 11 8، بعد كده السيمي كولون، وبعد كده احط الصف الثاني اللي هو 9. طبعا اكيد طبعا كل الصفوف قد بعض، يعني هنا دول اربع ارقام دول اربع ارقام، ما ينفعش احط رقم زياده عن الموجود، لان يعني دول بتحط فوق بعضهم. بعد كده 9 بعدين 6 بعدين 7 12 ماشي 4 15 14 4 15 14 1 ونقفل النهاية. لو حطينا السيمي كولون مش هيرد عليا، حطيت ما حطيتش هيرد عليا اهو رد عليا. على فكرة المصفوفة دي بنسميها المصفوفة السحرية او الماجيك ماتريكس، وهنعرف ليه بقى واحنا ماشيين مع بعض دلوقتي لما نجري عليها بعض العمليات. اول حاجة نحب نشوفها عملية الجمع sum. لو قلت له sum of a، يعني ايه؟ اجمع لي ايه؟ هيعمل ايه؟ 34 34 34. عادي على فكرة خاصية من خصائص المصفوفة السحرية. بس الصم ده بيعمل ايه؟ الامر دوت بيجمع بس الاعمدة، ما بيجمعش الصفوف. يعني 16 و5 و9 و4 جمعهم مع بعضهم ب 34، ودول 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 وهكذا، ماشي. طبعا كل مصفوفة سحرية يعني ممكن تبقى دي، يعني المصفوفة ديت 1 2 3 4 1 2 3 4 4 في 4 سحرية 4 في 4 ليها خصائصها، ماشي، بالارقام ديت، ماشي. مصفوفة ممكن تانية تكون سحرية 3 في 3 بس مش هتكون نفس الارقام دي، هتكون ارقام تانية بس كلها زي بعضيها زي ما هنشوف قدام شوية. يبقى هنا جمعنا اعمدة بس. طب افرض ان انا عايز اجمع صفوف، اعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمها ترانسبوز او تدوير الماتريكس، ادورها، اخلي الصف عمود وعمود صف. بتتعمل ازاي دي؟ اسميه مثلا بي بيساوي الاي ابوستروف. خلي بالنا الابوستروف اللي هي موجودة مع الط في الكيبورد، ماشي، انتر، دورها ولا لا؟
لاحظ ان هنا الصف الاول اهو ماشي، هو العمود الاول هنا، وده الصف التاني، وده كان الصف التالت، وده كان الصف الرابع. يبقى عمل عملية تدوير. يبقى انا لو جيت عملت sum of B هيجمع ايه؟ كأنه هيجمع الصفوف بتاعت الـ A، بس هيجمعها على هيئة اعمدة. يبقى نعمل له sum of الـ B، يطلع عامل ازاي؟ برضك 34. بدأت تظهر برضك خصائص الـ A المصفوفة السحرية. طيب افرض ان انا عايز اعمل تدوير للانسر دي، ممكن تعال نجرب كده، اقول له انس ابوستروف اهو عمل لي تدوير، يعني بدل ما هم كانوا صف خلاهم ايه؟ عمود. طب نفترض ان انا عايز عناصر القطر الرئيسي، القطر الرئيسي في الماتريكس اللي هو ايه؟ نشوف كده الماتريكس نجيبها تاني كده نستدعيها ونشوف، نبص اللي هو 16 و10 و7 و1 نجيبها ازاي؟ نكتب بردك امر بيقول diagonal of A، يعني قطر ال A هيديني 16 و10 و7 و1. ممكن اجمع دول، ممكن اقول sum of diagonal of A، ممكن اقول sum of answer على فكرة، يعني مش مشكلة، لان هم طلعولي طلعولي في ايه؟ في عمود. sum of diagonal of A، diagonal of A، خلي بالنا هنا لازم كل قوس يكون معاه القوس التاني، يعني القوس ده لازم يقفله قوس من بره، القوس ده لازم يكون معاه قوس هنا، هنعرفها بعد كده في باب اسمه الاخطاء الشائعة. انا هجمع كل الاخطاء اللي وقعت فيها ون ايه ونعرضها عليك عشان تعرف الاخطاء شكلها بعمل ازاي وازاي نصلحها. او جمع لي بص 34، لاحظ ان كله زي بعضه، جمع اعمدة، جمع صفوف، جمع قطر، يطلع 34. برضك لما يجي نشوف كده ايه، هناخد القطر التاني اللي هو 13 و11 و6 و4. في الحقيقة انا ما عنديش قطر يجيب لي ما عنديش امر يجيب القطر ده. طب اعمل ايه؟ لو دخلنا ان احنا خلينا العمود ده يجي هنا وده يجي مكانه، او نغير نعمل ترتيب الصفوف من الشمال لليمين تاني، يعني ياخد اليمين ده يقلب المصفوفه بقى صح ايه اليمين يمينها شمالها. اسمه ايه الامر دوت؟ اسمه فلايبلر، اف ال اي بي ال ار اوف اي. شوف كده المنظر هيحصل ايه. تعال نجيب كده للاي كمان عشان نقارن بينهم. بص 13 اهي العمود ده اهو ماشي، العمود اهو جه هنا اهو، والعمود ده راح، قصدي العمود ده راح هنا والعمود ده راح هنا. يبقى نشوف، شفت الفرق؟ ارتب المصفوفة من جديد. طب افرض انا عايز بقى اجيب بقى ايه القطر هنا، اسميه مثلا اكس بيساوي دياجونال اوف الاكس، هنا اوف الاي دورناها يعني، او احنا قاعدين ترتيبها، يديني 16. هنا شفت ما خدتش بالي، معلش هجيب الانسر لان الانسر هي اللي متخزن فيها المصفوفه الجديده، لكن الاي هي هي. تعال نجيب كده دياجونال الانسر، طلعت بكام؟ 13 11 6 4. نجمعهم كده سم، هم اتحط طبعا في ايه؟ في عمود واحد. يبقى سم، ممكن نقول سم اوف اكس صح، او ضيق، او نقول سم اوف دياجونال ماشي اوف في ليبرال اوف ايه. تعال كده نشوفها، بس امر كبير قوي يعني، ممكن نكتب اكس على طول خلاص يعني، شوف كده هتحل معانا ولا لا. نقول sum of diagonal الاول، diagonal of flyblur flyblur of الايه، وقفل القوس ده
ما كده اقفل القوس ده، اقفل القوس ده، ادينا 34. بس ممكن بالواحد ما اقول له، اقول له صمه في ايه، صمه في اكس يعني، مش مشكلة. هو طول اكس اهي، واحد زائد 34. يبقى احنا كده اتعرفنا ازاي نكتب مصفوفة، وازاي نجمع الاعمدة بتاعتها، وازاي ندورها، وازاي نجيب القطر الرئيسي والقطر الثاني، وازاي ان احنا ندور ان نعمل عملية ترتيب، اعادة ترتيب، نعكس الترتيب عشان نجيب القطر الثاني ازاي ونجمعه. ولاحظنا ان المصفوفة السحرية ليها خصائص، وهي ان مجموع الصفوف زي مجموع الاعمدة، زي مجموع القطر، القطر اللي هو الرئيسي زي مجموع القطر الثاني. يبقى ديت من صفات المصفوفة الماجيك. طبعا اي مصفوفة لو 4 في 4 طلع بالمنظر ده، 3 في 3 يطلع حاجة تانية، مش 34، يبقى رقم تاني بس كله زي بعضه. الحاجة التانية اللي هنشوفها ازاي ان انا احدد عنصر بعينه في المصفوفة ديت. ماشي، لاحظ ان انا عندي المصفوفة، حتى يعني المصفوفة اللي هي ايه ديت، كل عنصر منهم ممكن احدده باحداثي. يعني مثلا ال 11 دي تقع في الصف او موجودة في الصف التاني وفي العمود التالت، ايه اقدر اجيبها صح؟ تعالى كده نجرب، نقول مثلا عايزين الصف الاول العمود الرابع يطلع كام؟ مش المفروض 4؟ الصف الاول، معلش يطلع 13، الصف الاول العمود الرابع تطلع 13. طب نكتبها ازاي؟ نقول له ايه؟ اوف الصف الاول والعمود الرابع، هيقول لي 13. طب افرض طلبت منه الصف التالت والعمود الكام التاني، التالت والعمود التاني يطلع لي كام؟ 6. ماشي، في طريقة تانية بدل ما نحدده كده، بقول له على رقم العنصر في المصفوفة، رقم العنصر في المصفوفة، بيعد هو في الأعمدة عن طريق الأعمدة ويجيب لي العنصر اللي أنا عايزه. فمثلا لو قلت له الـ A of 4 هيعمل إيه؟ هيدور على العنصر الرابع في المصفوفة اللي هو 4، أهي 16 دي 1 2 3 4. بعد كده يرجع يعد من هنا، لو قلنا عايزين العنصر الخامس كده فيديني كام؟ شوفها كده 5، إداني 3 أهو العنصر الخامس، يبقى بيعد كده، وده يبقى العنصر الاخير. ماشي، طيب لو قلت له عايز العنصر السادس، ممكن نلعب بقى لغاية الصبح، 6 وداني 10، تعال نشوف كده صح ولا لا. هو العاشر اهو. طيب لو عندي نفس المصفوفة اللي هي الايه، وعايز اجيب العنصر الرابع، قصدي اللي في الصف الرابع في العمود الخامس، طبعا احنا كده ما اظنش هي تيجي معايا، لان ايه مفيش عمود خامس، 4 و5. شوف كده يقول لي مساله خطا، يقول لك ان الاندكس اكسيست ماتريكس دايمنشنز، اللي انت حاطه دوت الاندكس انت حاطه زياده عن الماتريكس دايمنشنز، يعني هنا ايه مفيش هنا عمود خامس، يبقى لازم نخلي بالنا من الحاجات الصغيره ديت. طب هنشوف بقى دلوقتي في نفس المصفوفه بردك اللي هي الايه، ازاي ان احنا نقدر نغير عنصر في مصفوفة. فمثلا لو انا عندي عايز اغير العنصر اللي هو في الصف الثاني العمود الثالث، الصف الثاني العمود الثالث اللي هو 11، وعايز اخليه 7، اكتب ايه؟ اروح كاتب ايه اوف الصف الثاني العمود الثالث بيخليه يساوي 7. شوف كده المنظر، ما هو بقى ايه؟ بقى بيساوي 7. لاحظ اهو 11 لايه؟ ل7. طب لو عايز اخلي بردك العنصر رقم 2 5، يعني الصف الثاني العمود الخامس، فاكر احنا لما كنا كتبنا في المره اللي فاتت لما كنا عايزين الصف الرابع العمود الخامس عمل ايه؟ قال لك ان هو الدايمنشن بتاع الماتريكس ما يسمحش. طب هنا لو انا طلبت منه عايز اغير العنصر اللي موجود في العمود الخامس والصف الثاني، والصف الثاني والعمود الخامس، تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل، هل هيديني برضك رسالة خطأ ولا لا؟ لو قلت له الـ A of الصف
الصف الثاني العمود الخامس. ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي انا هنا طلبت منه، انا مش عايز ديت، انا عايزه يقول له يساوي، خليه يساوي كام؟ 7. بص راح مزود صف، او قصدي زود عمود جديد كله صفار، وحط الرقم اللي كان قصده او اللي كان انا قصدي عليه يعني، حطه ب7. ماشي، يبقى لازم نلاحظ الكلام دوت. طب افرض ان انا عايز بقى ايه، اعرف الدايمنشن بتاعت المصفوفه ديت، يعني ايه يعني كام في كام. اقول له ايه؟ اكتب له سايز، سايز اوف الايه بكام، هيديني 4 × 5، يعني 4 صفوف في 5 اعمده. ممكن نكتبها له بصوره تانية، نحط له قوسين مربعين، نقول له ايه وار مثلا، يعني كام صف وكام عمود بيساوي سايز اوف ايه. شوف النتيجه، هيقول لي الاي بتساوي 4، يعني صفي 4 صفوف، الاي 4 صفوف، والار يعني 5 اعمده. بردك في جزئيه الفيكتورز، لو انا عايز اعمل، يعني انا ذكرتها تقريبا بس ما اقولش نعملها ازاي. لو انا عايز اعمل فيكتور بس الارقام فيه بتقل، ماشي، اكتب مثلا كده 100، عايزه من 100 لغاية 50، بس الاستيب بينهم -7، يعني يفضل ينزل ينزل -7 -7 لغايه ما يوصل لغايه كام؟ ال50، لغايه 50. شوف كده النتيجه هيطلع ايه، اهوت بدأ يقل 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 51. ماشي، يبقى 100 ناقص 7 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 وهكذا. بس لاحظ ان هو خد 51، مخدش 50، لانه اخر حدوده كانت كانت 51. فلو طرح من 51 -7 هتطلع له مش 50، هتطلع له اقل. طبعا انا عندي مديله حدود اللي هي الكام، 50. يا بردك نخلي بالنا من دي. وبردك ممكن نكتب فيكتور عادي، نحط له حدود بردك، يعني عايزين من 1 لغاية 10 عادي خالص بنفس الطريقة. اظن احنا ذكرناها قبل كده بردك في شابتر 1، كتب لي مسلسلة هيت او فيكتور من 1 لغاية 10. طيب بردك لنفس المصفوفة، لنفس المصفوفة الماجيك بتاعت اللي هي الايه، لو انا عايز اعرض عناصر معينة في جزء معين من المصفوفة، وليكن عايز اعرض عناصر من الصف الاول للصف الرابع بس اللي موجودة فين، في العمود التالت اللي هي 12 و7 و14، اكتبها ازاي؟ هقول له ايه اوف من الصف الاول لحد الصف الرابع، ماشي، عناصر العمود التالت. شوف هيعرضهم لي ازاي اهوت. طب لو عايز من الصف التاني لحد الصف الرابع عناصر العمود التاني، 10 6 4 15، من 2 الصف التاني لحد العمود الرابع عناصر العمود، او من الصف التاني للصف الرابع وعناصر العمود الكام التاني. شوف كده هيطلع كام، 10 و6 و15.